وفي حضرموت حيث ترأس محافظها مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلا اجتماعا موسعا لمناقشة سبل توفير الأمن الغذائي وذلك من الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنفيذ قراري وزير الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بشأن إيقاف تصدير منتجات الأسماك والأحياء المائية الطازجة إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية، حيث ناقش الاجتماع الوضع السمكي وآلية توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مقبولة ومناسبة، وكذلك معالجة الحلول الكفيلة بالالتزام بلوائح الاصطياد، ومناقشة آلية توفير وخفض أسعار الأسماك بما فيه مصلحة المواطن والصياد على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. حقيقة نحن دعينا ممثل الاتحاد وجميع الجمعيات السمكية في محافظة حضرموت وكذلك المصانع الكبرى وكل من له شان في هذا الجانب. اجتمعنا هنا ليس للإضرار بجانب معين كان الصياد أو الجمعيات أو المعايرين، وإنما كان ذلك لمصلحة المواطن حتى نقلص الهوة بين السعر المباع في مراكز الإنزال والسعر الذي يتلقاه المواطن مباشرة. الكل تجاوب الحقيقة، وكانوا كلهم أبدأوا التزاماتهم بتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وصدر البارح قرار من وزارة من الوزير نفسه ووزير الثروة السمكية لمنع تصدير الأسماك الطازجة، ونحن الحقيقة نرى في هذا الجانب دعما لقرارنا السابق الذي منع تصدير عدد من الأسماك من محافظة حضرموت. أولا القرارات اللي اتخذت من قبل المحافظ اليوم بدأت النقاشات معاه في حولها، وخريه وإن شاء الله نخرب حلول جذرية لتخدم الجميع. أولا تخدم الصياد بدرجة أساسية، ومن ثم بعدين تخدم المواطن. هذا وأقر الاجتماع عدد من الحلول الاستثنائية العاجلة لاعتماد خطوات عملية وخطة عمل لعكس ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء الموسع، إلى جانب اعتماد آلية تنسيق بين الجمعيات السمكية وشركات التصدير والسلطة المحلية، والتشديد على التطبيق وتنفيذ اللوائح المنظمة لعملية الاصطياد وإيقاف عملية جرف وحوي الأسماك وفتح مفارش للأسماك لدعمها.